هلو ليديز اند جنتلمان، حبايبي كيف كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كشاب. حبيبي طبعا شباب لا تاخذوني يعني، لا ان شاء الله ما تكونوا مليتوا مني شباب، يعني مش نزلت لكم مقطع وكنت على البس ولا جيتكم لو جيت شباب. حبايبي كرام لا تاخذوا، الله يخليكم حبايبي. بدنا نشوف فين عدت فوق شباب، باقي الحاضر شوي، خلينا نكتشف الحاضر ما بعدنا يا اساطير. ويلي ويلي وين هي؟ تعال هون تعال هون. هي التمانو شو هاي؟ ايش هذا؟ اوبا رجعت الحاضنة الجديدة حبيبي، والله والله شيلوز شيلوز شباب. ما انتوا شايفين ما عندي ولا سكين منهم هذول شباب الحلوين. ايه تمانو بس ثواني، ها يا سلام عليك، هيك رجعت يا الهي يا سلام. طبعا شباب راح اذكركم للالف والف دقيقة، راح اذكركم حبايبي انه تروحوا تشاهدوا المقطع على شباب نزلت لكم مقطع قناة ثانية، يعني شباب راح اعيد اليوم كل فيديو راح اعيد. اوكي زوروا تحت اشتركوا بالقناه شباب، مقاطع لوز اسطوريه لوز لوز. اوكي حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين شباب معنا 35 بطاقه. اوكي خلينا نرجع نعمل لكم هيك زوم، هيك زوم خفيف ونظيف حبايبي. مثل ما انتم شايفين عندنا هون 35 بطاقه شباب، ومعنا 100 جوهره يا ستير. لا هيك حبايبي شوفوا راح اعمل سحر ابدرا كدبرا بينيو 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 يا ستير. ويلي ويلي يا سلام، وي وات از ذيس؟ قول لي توب اب حبيبي، والله يا شباب توب اب باللوز حطيتها على الحقيبه هي حقيبه، لا حقيبه شو؟ والله ما اعرف لك وين عم يروح هذا المعلم، وين عم تروح حبيبي؟ والله اوكي شباب الان جهزنا الوضع. اوكي معنا نبلش باول خمس لفات يا اساطير، ان شاء الله يطلع لنا قناع. ايه تمانو حبيبي والله ابلع، حاسس انه لازم اسكرها برجع افتحها شباب. بعرف شباب مرات بتلقلك هيك شباب، رح اسكرها برجع افتحها بشكل سريع. اوكي شباب هيك سكرنا اللعبة ورجعنا فتحناها يا اساطير، يلا لنشوف. نيجي لهون نجي على اللاكي، نسكر هذول الشباب الحلوين. التمانو يا روعة حبيبي والله. ها واخيرا يا سلام عليك ابلع، ليش ما لفيت؟ يلا لف علق لك انت. ها ما بده يضرب، وش قصته هذا؟ ما بده يضرب يا زلمة، شو قصته هذا معلم؟ ملقلك شباب والله، اللعبة كلها ملقلك شباب، ما بعرف شو اللي عم بيصير. لك صار عندي قناعين شباب ما بعرف كيف، اقسم بالله شباب ما بعرف. لا بلق لي والله، لا بلق لي انت، اقسم بالله شباب حصلت على قناعين شباب ما بعرف كيف. او ماي جاد. خلينا نشوف شباب السكنات. عندنا هون ثلاث فيه ثلاث اقنعه شباب، بس هذا فيه معلم التأسيسات الخاصة عند استيفاء المعايير. جرب القلم. اوكي عنده شي لوز، عندنا هذا شباب، عندنا هذا يا جميلين، عندنا هذا يا جميلين، هذا وهذا. والله صراحة شباب كلهم حلوين يعني، شي بلوز. رح نشوف شباب حظنا، ليتس جو. حجر لوز لوز معلم. لك شو عم يجي يعمل هذا؟ نعمل هيك يلا ابلع. ويلي 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 ويلي. عاود تاني عاود تاني عاود تاني الخواديل. قناع بدنا قناع شباب، عندنا احجار وضعنا لوز، بدنا قناع قناع معلم بيض. يلا ان شاء الله قناع، ابلع ابلع يلا قناع معلم. لا يا ربي هوبا يا سلام. والله شباب انا ما اعرف يعني، انا بالحاضر حظي بالحجر. بدنا قناع معلم، الله يرضى عليك معلم، بدنا قناع قناع قناع. ابوس روحك ابوس روحك، الله يخليك قناع معلم ابلع يا سلام. وهي احلى قناع معلم، يلا ابلع. مش قناع مش قناع شباب، ويلي 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 قناع. يا الهي يو يو، هاي هي يا سلام حبيبي والله احلى قناع. اوبا لوز لوز معلم شباب، والله حبيبي والله عندنا استغنى شباب، عندنا استغنى شباب. هيك امنا ال امنا هذا اوكي شباب، و يعني ستة معلم، امنا اثنين شيء اسطوري معلم، شيء لوز. بدنا نكمل حرق شباب. ايه تمام يلا شاي يطلع لنا قناع ثاني معلم. هذا هو هذا هو هذا هو ابلع، مش هو ويلي مش هو معلم. يلا ان شاء الله هي معلم يا بابا، والله العظيم حرام يعني، اقسم بالله حرام. هنا شباب حاس بيت شباب، 7000 جوهره 7000 جوهره شباب، 7000 جوهره بس فقط 6 اقنعه، اقسم بالله حرامات. يلا نضرب واحده واحده معلم، حتى في العمليه تعمل شراء شباب. شو عم بيسمع؟ اقسم بالله شباب اللعبه فيها شيء، والله معلم اللعبه فيها شيء شباب، اللعبه صاير معنا صاير معنا شيء غريب عجيب، اقسم بالله شباب. اوكي شباب الحلوين، نجي لهون. ما بيضرب يا اخي، خطب العمي ما بده يضرب، ما بده يضرب شباب. اوكي معلق ما بده يضرب الاخ. اوكي شباب بالعاده بينزل توب اب
اوكي بالعاده بينزل توب اب حبايبي. لهيك يا اساطير صراحه عرقت اقسم بالله عرقت شباب من الـ من 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 من, من الستريس من الشوب من الحبيب والله. اوكي ليتز اند جنتلمان عندنا هنا شباب راح نجيب طبعا اغلى واحد ابلع شي باللوز معلم شي باللوز اللوز بدون هذا نفتح الـ هذا اللعيب معلم وراح نجيب الثاني كمان شباب حبيبي والله نجيب الثاني شباب الحلوين ونفتح حبيبي والله كم باقي ونجيب لا راح نجيب شباب تبع تاع البنت اوكي راح نجيب تاع البنت تمام حبيبي راح نجيب تاع البنت هذا ولاك هيك شباب ما راح نجيب هذا راح نجيبه شباب اكيد راح ينزل شيء توب اب او كذا هيك ما راح نجيب تبع البنت الثاني اوكي حبيبي خلينا نجرب نجيب هذا الثاني الاصفر حلو انا عجبني الصراحه الاصفر حقين عين وضعنا اللوز نجيب القناع الاصفر اوكي شباب خلينا الان شباب خلينا ندخل بدنا نشيك ليز الامر شباب نحط له ساكورا ولا نجيب طولوا بالكم شباب هاي نجيب هذا شباب اول شيء والله حاطب حتى الوشاح بدنا نشيل هالوشاح معلم شيل الوشاح هذا هو الاول شباب ندخل اول شيء ندخل بجرب بسريع ندخل نجرب كل مره شباب نجربه شباب طبعا شباب حتى حقيبه الفاير باستر عليها يعني شيء متشكلس شيء لوز اللوز معلم حبيب والله ايه تمانو شباب لا تنسون تشاركون على الانستغرام شباب راح ينزل ان شاء الله باذن الله تعالى متجر التخفيضات راح نعمل عليكم مسابقه اسطوريه شباب لا تنسون تشاهدوا الفيديو اللي راح ينزل ان شاء الله وين طولوا بالكم الى فيديو الى فيديو معلم انا دايخ انا دايخ ولا فيديو شباب ندخل نركز بالجيم روح حبيبي والله ليتس جو اوكي هذا هو السكين يا ساتير مثل ما انتم شايفين حبايبي هلا يا معلم شيل الكاميرا هكي يا بوي هذا هو السكين حبايبي الكرام لوز اللوز الصراحة يعني شيء متشكلز حلو هذا السكين شباب يعني كان نزل من فترة من زمان كثير ورجع نزل وي اقسم بالله جبته هيد شوت طيرت له اياها معلم تعال يا جماعة تعال يا جماعة تعال افرجيكم هيد شوتات عليكم معلم تعال افرجيكم هيد شوتات اللعب الاسطوري وين رايح معلم؟ وين رايح معلم؟ انت وين رايح؟ يا للروعة يا اخي هالسكين ما بعرف معلم صار اللعب صاير اسطوري بهذا السكين ولا شيء رح نجرب الحركة اسطورية ايه قتلوه بلاش يبربر معلم هذا الاخ بلاش يبربر بلاش يبربره حبيبي والله اوكي شباب نروح نجرب الثاني هلا شباب نجيب الثاني الاصفراني معلم نجيب الاصفراني لوز اللوز طبعا شباب يعني انا بالعاده بلعب دائما بسكنات يعني يعني مو دائما بلعب بسكنات الحاضن هيك هيك شباب رح اجيب هذا الاغلب واحد وهذا الاصفر بس لما ينزل الحاضن رح اجيب الباقي يا حبايبي جيتوا على سكين البنت اوكي يلا نخرج جايب الشاب الاصفراني شباب نشوف وضعه كيف لوز اللوز ولا مش لوز مثل كل مره شباب اي سكين بنجيبه لازم نتفرج عليه نفرجيكم اياه حبيبي والله هيك هذا اللون الاصفر شباب شيء متشكلز لوز اللوز نجيب البربر معلم بربر شو يا زلمه قصدي الشوكان الطويل حبيبي والله طبعا شباب يعني اكيد ما بقول لكم شوي شفناك نفس اللبس ونفس الشيء حبايبنا بتعرفوا من 6 ساعات لحد انا يعني راح انزل لكم مقطع راح تشوفوني بنفس اللبس يمكن بشي مقطع ثاني يعني فهمت علي كيف اوكي يلا نشوف يا ساتير هذا نشوف هذا معلم هذا نشوف هذا هذا نشوف هذا لازم نجربه باللعب مثل كل مره طبعا شباب نعمل لكم زوم نفرجيكم اياه حبيبي والله يا سلام عليكم معلم بلشنا الفيكتور بلشنا تبعت الفيكتور يا زلمه يا زلمه هذا شبه هذا معلم هذا شبه دخيل الله دخيل الله شبه هذا معلم ويلي دبل فيكتور يا اخي دبل فيكتور معلم ايش شو دبل فيكتور معلم يوبا يا بوي يا اخي هاي اذا شبه هذا معلم بدنا نحاول عشان والله بحاول اتعلم هيك الرقص حركه جديده معلم والله شباب عم تعود حالي على هالحركه الجديده شباب رح انزلكم فيديو في القناه الثانيه شباب هيك الرقصات وهيك شتات هيك معلم شايف يا اخي ام بي 40 معلم شو بدي اعمل شو بدي اعمل قدامه اوكي شباب الان شباب رح اظبط تظبيطه اللي كنت منتظر اظبطها شباب اللي هي
نجي لهون ندخل على الخزنة. Ladies and gentlemen ندخل على الخزنة حبايبي، نحط هاي، نخلي طبعا البنطال شباب، البنطال يعني البناطيل هذا السكين شيء يعني كتير حلو بصراحة، يعني يعني الأحذية يعني كل شيء فيه حلو شباب صراحة، فهمت علي كيف؟ ليك شباب راح نحط البنطال الأصفر تمام، نغير ألوان شوي، نحط حذاء فاير باس الثاني اوكي، نزل تحت بسرعة، ما بدي افرجيكم شباب، راح انزلكم مقطع استعراض للحساب عن قريب يا اساطير اوكي. اذا بدكم نعمل استعراض للحساب شباب، حط عم بوصل المقطع 50,000 لايك، روح يا جميل. شوفوا معي شباب الساكورا، شباب الساكورا شباب، هذا هيك شباب لبسي راح يكون الايام الجاي هيك شباب، من الاخر يعني من الاخر لبسي راح يكون هيك شباب، راح نجرب الوضع بالتدريب، يلا هيك راح يكون لبس شباب من الاخر معنا يا اخي. او ماي جاد الساكورا شباب مع لبسي دائما شباب، دائما بتجوا على البسوس على الفيسبوك شباب، دائما بعمل بسوس مباشره صار لي 3 سنين، لبسي هذا هو شباب ما يتغير ما يتغير شباب، هذا هو. ليك شباب راح ناخذ البربر ونبربر شوي اوكي، وليتس جو ليديز اند جنتلمان، روح يلا هات لنشوف معنا، هات لنشوف هذا معنا. اعطوني رايكم بالتعليقات شباب، كم تقييمكم للترتيب الاخيره معلم؟ طبعا دني شوي عتمه شباب، ما عم نشوف كل شيء يعني، وات از ذيس حبيبي والله. اوكي وين اللعيبه معلم؟ وينهم 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 وينهم؟ تعال لهون عد عمك عليك، وتعال اقول لك هذا معلم مسكين رايح جاي عم برقص فيها الرقصه بربرت، لقد بربرت يا ماي جاد ميدي، هلا ميدي تفضل. لا الام دي اخ مو دقيق، تعالوا شوف هذول المعلم حبيبي والله. شوف 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 الوسخ، شوف الوسخ بالبيت سنتك. تعال هون يا جميل، تعال 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 حبيبي والله، تعال وين هذا، تعال طبعا يا شباب صراحة كثير متحمس، نعمل الحركة العصفورية معلم. ووبا فيسيس يا الله، لا خلاص لا 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 نطلع نطلع حبيبي والله حبيبي والله. لا يا شباب يكفي يكفي حبايبنا، ان شاء الله انبسطتوا معنا بهذا المقطع يا اساطير، ان شاء الله اديتوا وقت حلو لوز اللوز، ونشوفكم على خير حبايبي الكرام، ان شاء الله انبسطتوا معنا مره ثانيه، نشوفكم مقاطع جديده يا اساطير. لا تنسوا شباب قريب راح ينزل مسابقه اسطوري على المتجر الغامض، شباب راح ينزل بعد يومين متجر غامض اسطوري، اللي ما شاف المقطع شباب من شوي نزلته تقريبا قبل 6 ساعات ولا 7 ساعات ما اتذكر حبايبي، لا قبل 5 ساعات هيك شيء، ان شاء الله انبسطتوا معنا، نشوفكم على خير مقاطع جديده، تشاو.